رجعتي فاش حكيتي منضبط؟ علاش فاش رجعتي لدارك زعما والجمهور الوداد اللي جابك ملي جيتي وانت غير منضبط؟ هذا هو السؤال. انت جيتي لفرختك كلشي كيتسناك تلعب في الوداد وتبان، علاش فاش جيتي للوداد ما بقيتيش علاش هذاك الشيء اللي كنتي كديرو في فتح ما كديروش في الوداد؟ هذا هو السؤال. الناس مشاو داروا بريباراسيون في مراكش، راه شفنا شنو وقع ليه، خرج والبنصرتي راك عارف عنده ما عندوش ما كثرش الهضره. من بعد جيت هنا لكازا دخلتي انا بليسي انا ما غنديش انا ما جيتش لونطريمان لا خصكم لا ما التخربيق هذا. وكيف قلتي انت الجمهور الوداد كان باغي ناضو حيحو باش تجي، ها انت جيتي زيد انت كيف قلتي 34 سنه نورمالمون انت اول واحد خصك تكون في التيران، انت خصك تكون قدوه، لان في الفتح كنتي مزيان وكنتي منضبط، علاش جيتي للوداد وقلبتي الفيستا؟ هذا هو السؤال. انا سولني وحتى لا الجمهور الوداد بغى يهضر على اللعابه، هضر على جبران، هضر على كرتي، هضر على مدن اللي مدن جاب من موراه تبليسه ودار عمليه وعاود دار 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 ترويض ورجع كيلعب، السعيدي تبليسه ورجع كيلعب، السرغات لعب وانت اربع شهور وانت بليسي. شوف ربما انا ما عنديش معطيات كبيره في هذا الموضوع لان كنسمع انا غير المدرب والتصريحات ديالو لانه تيقول ما كاينش معنا. المدرب قال لهم السيد ما داخل سالي الله سالي. من الاجدر خصوصا ملي كنتكلموا على لاعب اللي عنده تجربه كبيره ولاعب الوداد كان يكون واحد الجلسه بين المكتب وبين المدرب تقريبا وجهه نظر وفي كاين المشكل. دخلوا الوداد حيت كاين المشكل. شوف دخلوا الوداد ودخلوا ودخل ناصير وداك الشيء. كيعطيو فرصه باش يجي ما كيجيش يتريني واش 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 لا انا صبط ما كنلقاش نلبسو واقول لك خلي الطبيب ديال الوداد هو يقول لهم راه مريض لا انا مشيت درت ليا غام في ما عرفت فين وكيفاش راه طبيب الوداد هو اللي خصو يديك ويجيبك علاش هاد الهضره الخاوي ديال علاش ما جيتيش لا ما موعد واش انت ديال خاطرك راه مسيني في الفرقه راه مسيني في الوداد وانت دابا هاد سكوما رجع لعب فوقاش غتجيك البلاصه باش تلعب في الوداد عرفتي باش تلعب دابا في الميليو ديال الوداد خصك تضارب السعيدي وانت دابا كتهضر على كركاش وبزاف ديال اللعابه ما كيلبسوش خصك الوقت باش تجيب الفورمه نورمال ودابا شحال ولاج خصك الوقت باش تجيب الفورمه وخصك البريباراسيون اخرى وخصك ماتشات خصك كل شيء خصك العقل حيت العقل هو اللي كيدير هادشي كله كيف قلتي الوداد فاش جيتي سنيتي في الوداد وهذا حلينا قوس حنا قوس حنا مشينا في القوس ولينا في جوج اقواس ملي انت رجعتي للوداد وجابك الجمهور والرئيس جا وسينا ليك وداك الشيء خصك تكون انت هو القدوه رجعتي لدارك انت ولد الوداد رجعتي للوداد اول واحد خصو يكون في لونطريمون هو انت انت اللي تعطي المثال اون بليس جيتي من واحد الفرقه اللي لعبتي فيها ماتشات وكنتي فيها اون ستار علاش علاش دابا هذاك ما جاش في مراكش ما حضرش في لونطريمون ما كيجيش مي بون وجي هادو يبقاو يقول لك سكوما سكوما صافي سالينا هذا الموضوع سكوما راه كلشي داروا العشاء والغدا والفطور والسيد ما كيجيش اش بغيتي يديروا ليه هادشي اللي عطى الله السوق راه هو هذا نبقاو كل نهار سكوما 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 وسكوما جابوا جمهور الوداد ولكن راه ما غير منضبط راه ما منضبطش مشى للكونسونتراسيون في مراكش خرج بالليل ما جات الصباح جا هنا واش اربع شهور واش عملت شي شي لعب اربع شهور وموعد واخا يكون دخل فيه ترين ما غاديش راه صافي كتوعد من بعد كتبرا كتدوز الطبيب كيقول لك انت ما مريضش ما كتجيش لونطريمون شنو بغيتي ما فهمتش شنو بغيتي دير ليه ما عرفتش علاش اشاك فوا كنهضروا واش كوما مشى واش كوما جا.